ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل بحث على الانترنت بصورة موجودة على جهازي؟ معناه ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي صورة موجودة على الجهاز اهي، زي الصورة اللي موجودة على الديسكتوب دي عندي، عايز اعمل بحث بقى على جوجل صور. لو انا فتحت البراوزر بتاعي، دخلت على جوجل، من جوجل هلاقي فوق في حاجة اسمها صور، ده جوجل صور. جوجل صور ده بيبحث عن الصور بس، يعني بتكتب له مثلا كلمة بيطلع لك كل الصور اللي ليها علاقة بالكلمة دي. في حاجة تانية فيه هي البحث بالصورة نفسها اللي هي علامة الكاميرا دي، لو ضغطت عليها وعملت تحميل للصورة واختيار ملف، هقدر احمل الصورة من على جهازي احطها عند جوجل، وبالتالي جوجل هيعمل بالصورة دي سيرش بحث ويطلع لي نتائج. اول حاجة في النتائج ديت نفس الصورة هتكون باحجام مختلفة، يعني عندي صورة لو انا عايزها حجمها صغير اضغط هنا، متوسط اضغط هنا، كبير اضغط هنا، تمام. يبقى دي طلع لي اول حاجة في النتائج هتكون نفس الصورة باحجام مختلفة، صغيرة وكبيرة ووسط. تاني حاجة الصور المشابهة ليها من ناحية زاوية الرؤية، هتلاقي هنا برضو نفس الصورة تاني بمقاسات مختلفة، لو خدت بالك هتلاقي ديت 450 في 600 وده 194 في 259، يعني الصورة ديت اصغر من الصورة ديت، وهكذا هتلاقي مقاسات مختلفة لنفس الصورة، وهتلاقي صور بزوايا رؤية مقاربة ومشابهة للصورة دي. وبكده نكون عرفنا ازاي نبحث بصورة موجودة على الجهاز عندي على الانترنت عشان نوصل للصور اللي زيها.